صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. عرفت مدينة وجدة حرارة مفرطة أدت إلى اندلاع حريق ضخم بإحدى السيارات، حيث احترقت السيارة بكاملها دون وقوع إصابات لدى سائق السيارة. السيارة التي تعرضت للاحتراق تعود لأحد المغاربة المقيمين بالمهجر، وهي من نوع فولكس فاجن تيغوان حديثة الصنع. واستنفرت هذه الحادثة عناصر الوقاية المدنية التي عملت على إطفاء الحريق، لكن بعد أن أتى على كامل السيارة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب.